يعني ما نريد انه نروح بالامور السلبيه كثير، نروح الكارت الاصفر. ماذا جاء في الكارت الاصفر؟ ما هي تفاصيل ركله الجزاء امام عصام الحضري بالدقيقه 88 في نهائي الكأس كأس السوبر؟ ناس كأس السوبر إيه؟ أنا أتذكر أنت قبل يوم وصلت يمكن للمصر. أنا وصلت يعني ببادي التمرين يعني مثلا باكر المباراة نهاية كأس السوبر، أنا وصلت للقاهرة، الفريق كانوا متواجدين بالقاهرة، دخلت من المطار دايركت على التمرين، تمرني ثاني يوم لعبنا مباراة النهائي كأس السوبر، لعبت دقيقة 80. أول ما لعبت يعني كرة يعني ثلاثة حصلت على ركلة جزاء أني انطرد بيها وائل جمعة المدافع الأشهر بالكرة المصرية. صحيح. رحت إنه أسددها، حسني ما قبل بالبداية، قال لي لا، بعدين أخذتها سجلت الحمد لله. أنت تعرف لو ضايع شيء يصير بيك بمصر؟ لا، عنده ثقة بنفسه والمتمرس واللي تواجع عصام الحضري. طبعا سجلت ثاني يوم تواجدك بمصر، سجلت عليه بالمباراة وبالضربات الجزاء. زين، ردت أسألك، شرط أن يكون لينفذ الجزاء مهاجم؟ لا. أو أنت تفضل هذا الشيء؟ لا 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 لا، أي لاعب عنده تكنيك عالي يشوت، مدافع، مهاجم، حارس، ممرات المهاجم مركز. ينافس على هداف الدوري. مو شرط، مو شرط، هاي يعني هاي وجهة نظر ثانية. أي. بس أنت مثلا كمثال أنه أنت مو شرط أن تنافس، أو حتى إذا تنافس أكو مباريات مصيرية وأوقات حرجة، وعندك مثلا مدافع أنه ثقته ومستواه وتنفيذه وتكنيكه أعلى من المهاجم، أنا مع المدافع. زين،